تفكر في واجبك كما تفكر في حقك، واعمل طلبا للإتقان لا طلبا للشهرة والجزاء، ولا تنتظر من الناس أكثر مما يأكل الناس أن ينتظروا منك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله موعدنا مع مناقشة لعمل أدبي جديد هو مسرحية She Stoops to Conquer للكاتب الأيرلندي أوليفر جولدسميث. أوليفر جولدسميث ولد في عام 1728 ويقال في عام 1730، ولكنه توفي في عام 1774، يعني في تقريبا شبه إجماع على العام اللي توفي فيه، ولكن ما فيش إجماع على العام الذي ولد فيه. ولكن على أي حال يعني هو يعني مات وهو يعتبر شاب، هو عنده 44 سنة أو 46 سنة على حد أقصى. هو ولد في أيرلندا، فهو كاتب أيرلندي، وفي الحقيقة هو يعني يضاف شاعر وكروائي وكأديب بشكل عام، يضاف إلى سلسلة الأدباء العظماء الأيرلنديين الذين أثروا الأدب الإنجليزي، يعني على سبيل المثال جوناثان سويفت. جوناثان سويفت يعني كان من أبوين إنجليزيين، ولكنه ولد ونشأ في أيرلندا، والأيرلنديون يعني يعدونه أيرلنديا. وأيضا جيمس جويس أيرلندي، ويليام باتلا ييتس أيرلندي، شيموس هيني شاعر الحاصل على جائزة نوبل أيضا أيرلندي. فهناك الكثير من الأدباء الأيرلنديين الذين أثروا الأدب الإنجليزي. وفي الحقيقة هو يعني ترك بصمة في الأدب الإنجليزي، وترك بصمة على الأدباء الذين عاصروه والأدباء الذين أتوا من بعده، وترك بصمة في المسرح الإنجليزي بشكل خاص. يعني على سبيل المثال الشاعر الألماني جوتا يقول عنه أنه مدين بلا حدود لكل من شكسبير وأوليفر جولدسميث وأيضا ستيرن. يعني to شكسبير ستيرن and جولدسميث my debt has been limitless، يعني مدين بلا حدود لشكسبير ستيرن وجولدسميث. ونجد أيضا دكتور سامويل جونسون الذي كان معاصرا له وكان صديقا له من أهم وأكبر النقاد في القرن الثامن عشر إن لم يكن أشهرهم، قال عنه No man was more foolish when he had not a pen in his hand or more wise when he had. يعني لم يكن هناك من هو أكثر حماقة منه حين لا يكون معه أو في يده القلم، وحين يكون معه القلم يكتب يعني لا يوجد من هو أكثر حكمة منه. يعني في وقت عدم كتابته فهو يعني وصف بالحماقة وبالاستهتار وبالاندفاع، ويعني ومر بكثير من المشاكل بسبب حياته كانت غير منظمة، ولذلك ربما يكون هذا نتيجة للطفولة الصعبة التي مر بها. يعني كان على خلاف وفي شقاق مع أمه، فعاش طفولة غير سعيدة، ويعني ولم يكن موفقا في حياته الدراسية. كان أبوه يعني رجل دين متدين بروتستانت، وهو مر بمشاكل كثيرة في حياته الدراسية، وفصل من الكوليدج ترينيتي كوليدج التي كان يعني يدرس بها بسبب اشتراكه في بعض المظاهرات وإحداث بعض الشغب، فكان مشاغبا. ولكنه تخرج من الكوليدج ديت
في سنة 1749، وحاول الالتحاق بكلية الحقوق لدراسة الحقوق، وكان معه 50 جنيها، ولكنه أنفقها في القمار، لعب قمر بها فخسرها جميعا، فلم يستطع خسرها كلها، فلم يستطع دراسة القانون، وحاول دراسة الطب ولكنه لم يكمله، لم يكمل الدراسة، ومع ذلك ظل أصدقائه ينادونه بالدكتور، وحاول السفر إلى أمريكا يعني يستقل سفينة يعبر المحيط الأطلنطي، ولكنه تأخر عن موعد الإبحار فانطلقت السفينة بدونه، وعمل في عدة أعمال مهنية بسيطة يعني كي يكسب قوت يومه، وعاد إلى لندن، كان في دبلن في أيرلندا، وعاد إلى لندن في 1756، وعمل في العديد من الأعمال متعلقة بالكتابة، تحرير بعض الصحف، كتابة بعض المقالات، الترجمة وما إلى ذلك، ولكن اشتهر حين نشر أول قصيدة له في سنة 1764، قصيدة اسمها The Traveler المسافر. هذه القصيدة في سنة 64، هذه التي يعني ألقت الضوء عليه وعرف ككاتب. بعدها بعامين في 66 نشر أول رواية له The Vicar of Wakefield، يعني قص ويكفيلد، فعرف كروائي بعد أن عرف بأنه شاعر، عرف بأنه روائي، ونشر وبدأ ينشر في مسرحيات أيضا، يعني في قصائد أخرى طبعا، نشر عدة قصائد ونشر مسرحيات، يعني بعدها بعامين نشر مسرحية اسمها The Good Natured Man، الرجل الحسن الطبع، سنة 1768، يعني بعد الرواية بسنتين. فكده عرف بأنه كاتب مقالات، بدأ ككاتب مقالات، وعرف بأنه شاعر، وعرف بأنه روائي، وعرف بأنه كاتب مسرحي. وبعدها بسنتين بعد 68 في سنة 70 نشر أيضا قصيدة The Deserted Village 1770، ونشر أيضا قصيدة The Hermit، إلى أن نشر كتب مسرحية النهاردة She Stoops to Conquer في عام 71، ومثلت على المسرح في عام 1773. وستوبس في اللغة الإنجليزية بمعنى ينحني، يعني الشخص اللي ينحني، انحناء الكتف والانحناء بشكل عام. فشي ستوبس تو كونكا، يعني هي تنحني كي تسيطر وكي وده لما نعرف القصة من قصة المسرحية هنفهم المغزى بتاع العنوان يعني، وهنعرف ازاي نترجمها بعيدا عن الترجمة الحرفية دي، بس انا بشرح المعنى بس. اهمية المسرحية دي قبل ما ندخل فيها، اهميتها ايه؟ ان اهمية المسرحية دي انها مسرحية كوميدية، وهي جاءت في وقت كانت الكوميديا فيه اسمها كوميديا السنتيمنتال كوميدي. سنتيمنتال كوميدي يعني الكوميديا العاطفية، يعني الكوميديا اللي بتعتمد على ان البطل يكون مثالي، يعني البطل مثالي، ويكون مثلا يحب امرأة ولكن أبوها مثلا يرفض، فيحاول بقى أن يتغلب على هذه العقبة، ويمر بعقبات إلى أن في النهاية ينجح في ان هم يكونوا مع بعض، يعني في الزواج، او ان احد فيهم يعني يموت او حاجه زي كده. فالكوميديا نفسها لا تضحك بقدر ما تبكي، فما هي كوميديا سنتيمنتال انها تثير العاطفه والمشاعر بقدر ما هي تضحك. فكان اوليفر جولد سميث كان رافضا لهذا النوع من الكوميديا، رغم أن هذا النوع من الكوميديا هو الذي كان سائدا في زمانه. فهو كتب هذه المسرحية من أجل ضحك، من أجل الضحك، ضحك من أجل الضحك. فهي هذا النوع من الكوميديا الجديدة اسمها The Laughing Comedy، يعني الكوميديا المضحكة،
الكوميديا هدفها إضحاك الجمهور، هدفها هو الإضحاك. والحقيقة الكوميديا السنتمنتال ديت يعني في زمانه في وقته الكاتب اللي كان اسمه معروف بالكوميديا السنتمنتال دي كان اسمه ريتشارد ستيل، وانه مش هو اول واحد يعني يبدا هذه الكوميديا السنتمنتال، لان قبله كانت في روايه اسمها سنتمنتال جورني، الرحله العاطفيه للورانس ستيرن، هي الروايه دي التي بدات هذا النوع من الكتابه في القرن ال 18، كل ده في القرن ال 18. فجاء أوليفر جولدسميث وكتب هذه المسرحية ضحك من أجل الضحك. وفي الحقيقة كان جولدسميث وكان معه يعني كاتب آخر، هما الاثنين دول كان أشهر كاتبين لهذا النوع من الكوميديا، الكوميديا الضاحكة. الكاتب الآخر اسمه شيريدان، ريتشارد برينسلي شيريدان، ومن أهم أعمالي The Rivals، المتنافسون، with School for Scandal، مدرسة للفضيحة. والكوميديا ديت، كوميديا الضحكة دي أيضا يعني لها أسامي تانية، يعني على سبيل المثال تسمى رومانتيك كوميدي، أيضا ممكن تسمى رومانتيك كوميدي، بس رومانتيك كوميدي غير سنتيمنتال كوميدي، سنتيمنتال دي غير غير الرومانتيك، دي حاجة ودي حاجة. السنتيمنتال دي اللي هي العاطفة اللي أحيانا بتبقى رخيصة قوي، يعني الأداء رخيص، الأداء يبقى الهدف منه هو إثارة مشاعر وعاطفة المشاهد، استجلاب شفقة وتعاطف المشاهد. إنما الرومانتيك كوميدي يعني ده نوع آخر، ده اللي هو اللافين كوميدي، اللي في مسرحية النهاردة هنشوف هذه اللمحة من الرومانتيك كوميدي، العلاقة بين الاثنين مثلا يكونوا بيحبوا بعض في المسرحية، فالعلاقة بينهم دي والمواقف الكوميدية اللي بتحصل ما بينهم هي دي الرومانتيك كوميدي. عارفين زي يعني عارفين في فيلم قديم لفريد الأطرش وشادية اسمه انت حبيبي، فاكرين الفيلم ده؟ الفيلم ده رومانتيك كوميدي، وممكن نقول عليه لافين كوميدي ايضا، يعني ضحك من اجل الضحك ورومانتيك كوميدي. وفي مشهد في الفيلم دوت الأغنية نفسها، الأغنية لفريد الأطرش اللي يقول فيها يا سلام على حبي وحبك، والاثنين بيتظاهروا أنهم بيحبوا بعض قصاد الأب والأم يعني، وهم بيكرهوا بعض. نفس المشهد ده تقريبا بنجده في المسرحية الكوميدية دي، فدي رومانتيك كوميدي ونقول عليها لافين كوميدي، وأيضا تسمى ريستوريشن كوميدي. ليه ريستوريشن كوميدي بقى؟ لأن زي لو أنتم متابعين سلسلة المحاضرات اللي قدمتها عن تاريخ الأدب الإنجليزي، يعني هتعرفوا أن في عام 1629 تشارلز الأول أوقف أعمال البرلمان وأنشطة البرلمان، لأن كان في دايما خلافات بينهم وبعض، فالمسرح بدأ يناقش القضايا السياسية، يعني الكتاب المسرحيون بدأوا يناقشون القضايا السياسية على خشبة المسرح، فما كان من تشارلز الأول إلا أنه ألغى وأغلق كل مسارح إنجلترا في عام 1642، وكان هذا إعلانا ببدء الحرب الأهلية بينه وبين البرلمانيين، والحرب الأهلية دي بقى استمرت حتى عام 1651، ولكن تشارلز الأول هزم وقطعت رقبته في عام 1649. ولكن اللي جاء البرلمانيون بقى اللي كسبوا الحرب، الحرب الأهلية استمرت حتى بعد مقتل تشارلز الأول، المعارك فضلت مستمرة سنتين كمان، فانتهت رسميا في عام 1651. فمن عام 1649
بدأ كرومويل هو اللي يحكم، بدأ البرلمانيون بدأوا يحكموا إنجلترا، وحكموا إنجلترا لغاية 1660 حتى عام الريستوريشن لما انهزموا، والملك تشارلز الثاني ابن تشارلز الأول عاد من فرنسا لحكم إنجلترا. فبدأ من 1660 بدأ حكم الريستوريشن اللي هو عودة الملكية إلى إنجلترا. فمن 49 بقى اللي هو بداية حكم البرلمانيين حتى 1660 كان المسرح برضو فضل مقفول. فضل مقفول ليه بقى؟ لأن البرلمانيين اللي كانوا بيحكموا كانوا بيوريتانز، بيوريتانز يعني من ينتمون لجماعة المتطهرين. جماعة المتطهرين دول جماعة بروتستانتية ولكنها يعني متزمتة جدا، ويعني تميل إلى شظف العيش وإلى البعد عن أي رفاهية والبعد عن، فكانت محرمة المسرح ومحرمة كل وسائل اللهو وكل وسائل التسلية، وكل ده محرم عندهم يعني. فلذلك كرومويل أمر بإغلاق، باستمرار إغلاق المسارح. المسارح اتقفلت رسميا بقرار من تشارلز الأول عام 1642. 49 تشارلز الأول أعدم وكرومويل مسك الحكم، إنما هو بيوريتاني متزمت فخلى المسارح قافلة زي ما هي، وفضلت بقى قافلة لغاية 1660 كل المسارح في إنجلترا. لما تشارلز الثاني رجع بقى من فرنسا، عاش في فرنسا بقى من 49 لما هرب وعاش فرنسا في المنفى لغاية 1660 يعني 11 سنة، فاعتاد على حياة الدعة والرفاهية في فرنسا. فلما عاد لإنجلترا فتح المسارح مرة تانية بقى وكون يعني أنفق، عمل ميزانية لتكوين فرقتين مسرحيتين، وبدأوا يبنوا في المسارح. وحتى من قبل أن يتموا بناء المسارح كانوا بيعملوا بقى المسارح، يقدموا المسرحيات في 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 الأماكن زي الاستاد كده يعني، أماكن الواسعة الفاضية اللي ممكن تشيل يعني تسع جماهير. والجديد بقى هنا ان قبل 1660 يعني نقول قبل 1642 لما المسارح أغلقت، قبل حتى ذلك الوقت أيام شكسبير بقى وأيام بن جونسون وكل دول كانت المرأة لا تمثل على المسرح. ولما يكون في دور امرأة على المسرح يعني جولييت مثلا هتتمثل على المسرح، من أوفيليا في هاملت مين اللي هيقوم بدورها، كان كل اللي بيدور ديزديمونا مين اللي بيقوم بدورها بقى، شباب يعني فتى فتيان في سن المراهقة هم الذين كانوا يقومون بدور الفتيات والنساء في أي مسرحية تمثل على المسرح. إنما بدءا من 1660 بدأت المرأة تمثل على المسرح، وتقريبا شغلت حوالي 25% من نسبة الممثلين المتواجدين على المسرح. فكانت هذه يعني تعتبر يعني تقدما كبيرا في عالم المسرح، ان المرأة اصبحت تقوم بدورها، لما في شخصية امرأة اصبحت امرأة هي اللي بتقوم بها، مش فتى او راجل او كده. فهو عرف كشاعر وكاتب وروائي وكاتب مقالات ومسرحي، وله بصمة كبيرة. بصمته هنا بقى في إنه هو يعني رسخ للكوميديا من أجل الكوميديا، كوميديا الضاحكة لهذا النوع من المسرح. طبعا لما بنقرأ الكوميديا بتاعته دي ممكن نطلع منها مواضيع وانتقادات ونطلع منها حاجات كتيرة، إنما لازم نتذكر دائما أن الهدف الأساسي من هذه الكوميديا الضاحكة، الهدف الأساسي هو الإضحاك حتى لو ما فيش أي موضوع، الهدف الأساسي هو الإضحاك. أوكي؟ إحنا بس بنطلع منها بقى عبر وحكم ومواضيع، علشان إنما مثلا سامويل جونسون الناقد الشهير قال إيه على المسرحية ديت، يقول I know of no comedy for many years
that has so much exhilarated an audience, that has answered so much the great end of comedy, making an audience merry. يعني لا أعرف أي كوميديا لسنوات طويلة جدا يعني أسعدت هذه الجماهير وأجابت يعني قدمت أعلى مستوى من الكوميديا, نقدر نقول أعلى مستوى من الكوميديا, making an audience merry, بشكل يسعد الجماهير, أسعدت الجماهير. فالهدف من هذا النوع من المسرحيات الكوميدية هو الإضحاك. وفي الحقيقة أنا شفت يعني شاهدت تقريبا كل المسرحيات, الأعمال اللي قدمت على المسرح وموجودة على اليوتيوب, تلاقوا يعني كذا عمل مسرحي قدمة, هي تعد مسرحية شهيرة جدا حتى يومنا الحاضر, يعني تعد من أشهر المسرحيات الكوميدية في الأدب الإنجليزي. والسنس اوف هيومر اللي فيها يعني حس الدعابة اللي فيها مازال يعني يلقى مازال مناسبا لزماننا إلى حد كبير جدا, ولذلك هي مسرحية محبوبة ودائما ما يعني يدرسها طلاب الأدب الإنجليزي سواء في المرحلة الثانوية أو في المرحلة الجامعية في إنجلترا وفي دول الغرب. فأنا شاهدت يعني المسرحيات الموجودة على اليوتيوب, إنما بصراحة العمل اللي أعجبني فعلا وأضحكني وحسيت فعلا إن الواحد بيتفرج على كوميديا يعني تأدت بشكل حلو بشكل كوميدي خلاني يعني أضحك معاها, العمل اللي قدمته البي بي سي, يعني قدمت المسرحية ديت على شكل مسلسل تلفزيوني, فكان بصراحة كانت جميلة جدا, يعني كانت مدتها تقريبا ساعتين وتلت وعلى حلقات, طبعا كل حلقة تقريبا نصف ساعة 29 دقيقة تقريبا. دي اللي جميلة جدا, وسأترك لكم وصلة بهذا اللي يحب, بس يعني لو هتقدروا تتابعوها, لأن يعني ممكن تجدونها صعبة, يعني اللي يحب يتابعها هيلاقيها ممتعة وفعلا كوميدية, وهنعرف ليه هي إلى الآن يعني ما زالت تحظى بقبول جماهيري. وهي أيضا الكوميديا دي زي ما قلت هي ممكن نقول عليها أيضا رومانتيك كوميدي, وأيضا بتسمى كوميدي أوف مانرز. كوميدي أوف مانرز ليه؟ أو يعني إيه كوميدي أوف مانرز؟ كوميدي أوف مانرز لما يكون في يعني وصف لسلوك الشخص اللي عايش في الريف مقارنة بالشخص اللي عايش في المدينة. يعني مثلا شخص عايش في الريف يروح المدينة, ونشوف بقى هذا التناقض في سلوك كل منهما, أو العكس, واحد من المدينة يروح يعيش في الريف فيحصل هذا التناقض بين سلوك أهل المدينة وسلوك أهل الريف. نجد هذا في مسرحية أوسكار وايلد اللي عملت عليها حلقة قبل كده, The Importance of Being Earnest, أهمية أن تكون جادا أو مخلصا. يعني دي اسمها أيضا Comedy of Manners. العنوان بقى, عنوان المسرحية ده جاي من إيه؟ يعني She Stoops to Conquer, ده جاي من بيت شعر لجون درايدن. جون درايدن الشاعر والناقد الشهير في القرن 17, وأيضا لو عايزين تعرفوا عنه ادخلوا شوفوا الحلقة اللي أنا عاملها على مجموعة حلقات يعني على القرن 17, عصر الباروك والميتافيزيكال بويتس, وفي جزء منها عن جون درايدن الذي توفي في عام 1700, يعني توفي في أول سنة من القرن 18, فهو عاش في القرن 17. بيت الشعر بقى اللي هو كتبه بيقول إيه؟ The prostrate lover, when he lowest lies, but stoops to conquer, and but kneels to
to rise. يعني the prostrate lover العاشق الساجد أو الراكع. لو prostrate دوت يعني we prostrate ourselves to Allah. يعني إحنا بنصلي بنسجد لله. فprostrate هو السجود. The prostrate lover العاشق الساجد when he lowest lies يعني حين ينحني ل lowest لأقل درجة ممكنة but stoops to conquer يعني هو مجرد أنه بينحني كي ينتصر كي يتحكم and but kneels to rise وهو يركع لكي ينهض يركع لي أنا طبعا بقول ترجمة حرفية مجرد توصيل المعنى ولكن المعنى دوت بيذكرني بأغنية لسيد درويش بيقول فيها وعشان ما نعلى ونعلى ونعلى لازم نطاطي 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 يعني أنا مش موافق طبعا على حتة نطاطي نطاطي ديت إنما عشان نحسن الظن يعني في الكلام المعنى إن لما تكون في عاصفة شديدة الإنسان يميل مع العاصفة حتى لا ينكسر وبعد أن تمر العاصفة يعود مرة أخرى لرايس للنهوض فيعني المعنى يكون يتفهم كده يعني زي الشجرة الصامدة اللي ممكن لو في تيفون بيكسر أشجار التيفون هنا في هونغ كونغ لما بيجي بيشيل آلاف الأشجار بيكسرها بيكسر آلاف الأشجار إنما إيه لو بيتكسرش الأعشاب الصغيرة لأن الأعشاب الصغيرة بتميل مع الريح والريح تعدي الأعشاب ترجع تاني فالعشبة الصغيرة بتميل وبتروح وتيجي إنما الشجرة الصلبة الواقفة دي اللي ما بتميلش بتنكسر لو العاصفة أقوى منها فهي هنا المعنى كده but stoops to conquer لكن ينحني لكي ينتصر فيما بعد لكي يتحكم فيما بعد لكي يملك زمام الأمور فاسم المسرحية متاخد من كده she stoops to conquer وهنعرف بقى المعنى stoops بالضبط داخل المسرحية لما ندخل فيها لما ندخل في المسرحية وكانت العنوان المسرحية الأصلي The Mistakes of a Night The Mistakes of a Night يعني أخطاء ليلة لأن كل أحداث المسرحية بتدور في نهار وليلة يعني في يوم واحد وده بيذكرني بقوانين الوحدة The Three Unities لأرسطو يعني أرسطو قال بأن الدراما لابد أن يتوفر فيها ثلاثة وحدات وحدة الزمان ووحدة المكان ووحدة الأكشن الحدث فهنا نجد أن في المسرحية دي وحدة الزمان لأن وحدة الزمان يعني العمل لابد أن يتم خلال 24 ساعة القصة كلها يعني أحداثها تدور خلال 24 ساعة ووحدة المكان لأن تقريبا كلها دارت يعني دارت في بيت بطل الشخصية يعني أحد أبطال الشخصية مستر هارد كاسل ومشهد آخر في البار فيعني وحدة الزمان مش وحدة المكان قصدي مش قوي يعني وإنما وحدة الأكشن نقدر نقول إن في وحدة أكشن لأن وحدة الأكشن كلها عبارة عن محاولة زواج البطل والبطلة بنتين يعني في الزواج من رجلين نقول إيه تاني قبل ما ننقل على يعني أنا مدون شوية ملاحظات هنا أوكي نتكلم عن شخصيات القصة الشخصية الأولى اللي ممكن نتعرض لها شخصية تشارلز مارلو أرستقراطي شاب أرستقراطي well educated داندي يعني متأنق في نفسه يعني بيتقال عليه ماكروني اللي هو الشخص المتأنق زيادة عن اللزوم في داندي زي أوسكار وايلد كده بالضبط
زي شخصيات أوسكار وايلد في مسرحياته. فده تشارلز مارلو، ده هيروح الريف علشان يشوف بنت معينة اسمها كيت للزواج منها، يشوفها يعني تعجبه ولا لا، أبوه أرسله لهناك. الشخصية الثانية جورج هيستينجز، ده صديقه وراح معاه الريف، بس جورج هيستينجز كان يحب ابنة عم كيت، بنت عمها اللي عايشة معاها في نفس البيت. بنت عمها ده اسمها كونستانس نيفيل. فدلوقتي ادينا عرفنا ان تشارلز مارلو وجورج هيستينجز راحوا سابوا المدينة لندن وراحوا الريف عشان مينلي يعني علشان مارلو يرى كيت إن كانت تعجبه ولا لا، وأبوه هو اللي أرسله، وكيت عايشة في نفس البيت مع ابنة عمها كونستانس نيفيل. الشخصية الثالثة توني لامبكن، توني لامبكن ده يبقى أخو كيت، ولكن أخوها غير شقيق، يعني أخوها من الأم فقط، لأن أبوها أبو كيت اسمه مستر هارد كاسل، متزوج ميسيس هارد كاسل. ميسيس هارد كاسل كانت متزوجة من قبله وزوجها توفي، فلها ابن من زواجها من زوجها السابق اللي هو توني ده بقى، فاسمه توني لامبكن، أبوه اسمه لامبكن اللي مات. أوكي، فتوني لامبكن يبقى أخ غير شقيق لكيت هارد كاسل. أوكي، ونيجي بعد كده ودوت يعني لم يتعلم، لم يكمل تعليمه، لأن أمه يعني كانت يعني تخشى عليه وتخاف عليه وتحبه بشدة، وكانت مسيطرة عليه لدرجة أن لم ترسله يعني ليكمل تعليمه، وده أثر طبعا عليه. وهنتكلم احنا دلوقتي بندي ملامح عامة بس لكل شخصية. وبعد كده مستر هارد كاسل ده صاحب البيت، الراجل صاحب كبير العيلة يعني، وكان أولد فاشن، وهو أبو كيت. وزوجته ميسيس هارد كاسل كانت سيدة طماعة ودايما تحب يعني، رغم أنها لم تذهب إلى لندن، إنما كان دائما نفسها تروح للندن المدينة عشان تشوف آخر الموضات الجديدة يعني، وتتابع الموضة في المجلات وتحاول تلبس على الموضة وكده يعني، رغم أنها ما راحتش يعني المدينة. وكيت البنت بطلة القصة، كيت اللي كانت أبوها في بداية المسرحية قال لها أن في فلان هيجي عشان يشوفك، وهو شاب وسيم وغني وأرستقراطي ومن عائلة، فهي فرحت جدا وكانت منتظرة بقى، كلهم منتظرين وصول مستر مارلو تشارلز مارلو. والشخصية الأخرى كونستانس نيفيل بنت عمها، بنت عمها كانت بنت أخت السيدة ميسيس هارد كاسل، كانت بنت أختها، وأبوها مات، أبوها وأمها ماتوا فهي يتيمة، فكانت ميسيس هارد كاسل هي الجارديان بتاعتها، هي الوصية عليها، وكانت هي ورثت عن أبويها صندوق مجوهرات، فكان صندوق المجوهرات هذا في حوزة ميسيس هارد كاسل، فكانت هي المسيطرة أيضا عليها، وكانت تريد أن تزوجها لتوني ابنها. ليه بقى؟ عشان تفضل مسيطرة على المجوهرات، وهذه المجوهرات لا تخرج خارج الأسرة، خارج العائلة. طيب نشوف المسرحية، نحاول يعني أديكم يعني سمري سريع للمسرحية. هي خمس فصول. الفصل الأول بيبدأ في بيت مستر هارد كاسل، حديث بينه وبين زوجته إن هي عايزة تروح المدينة، وهو وبنعرف من الحوار بقى إنه هو رجل أولد فاشن يعني غير مقتنع، وهو رافض للسيتي مانرز، لأخلاقيات المدينة، ورافض لأخلاقيات المدينة، ويخشى أن تؤثر أخلاق المدينة على ابنته سلبا. فدايما كان يبقى فيه يعني يعترض على ابنته عندما ترتدي ملابس على الموضة، ملابس على مود، ملابس
وطبعا هي بنت شابة صغيرة لسه يعني 16 سنة حاجة يعني شابة لسه صغيرة فعايزة تلبس على الموضة. فعملت معه يعني أبرمت معه اتفاقا أنها بالنهار ترتدي على الموضة، تلبس لبس موضة، اللبس اللي يعجبها هي عشان تقابل أصدقائها وتبقى لابسة موضة، وفي المساء ترتدي ملابس بسيطة يعني تناسب ذوقه هو، يعني ملابس مش على الموضة، ملابس تقليدية محتشمة حاجة زي كده. يعني كان هذا الاتفاق بينها وبين، وكان بقى في هذا المنزل بقى عايشين فيه خمس شخصيات: مستر هارد كاسل كبير العائلة، ميسيس هارد كاسل زوجته، ابنها ابن مراته اللي هو توني لامبكن، وابنته كيت، وبنت عمة كيت اللي هي كونستانس نيفل. خمس شخصيات عايشين في هذا البيت. وبعد ما زوجته هتقول عايزه يعني هذا بعد هذا الحوار بينها وبين الزوجين عايزه تروح المدينه، وهو يقول لها لا انا احب كل شيء اولد فاشن، كل شيء احبه قديم، احب الاصدقاء اولد فريندز الاصدقاء القدامى، اولد واين الخمره القديمه المعتقه، ويجي يضحك في الاخر واحب ماي اولد وايف نسبه ليها بيهزر معاها. يعني بعد هي ما تمشي كده بقى هتدخل وهيقول لها ان في فلان الفلاني دوت اللي هو مستر مارلو هي جاي لخطبتك، يعني كي يراك مش جاي لخطبتك يعني، وهو غني ووسيم وموديست يعني متربي يعني متربي، مش يعني مش لو كلاس يعني هاي كلاس. فالمهم هي هتكون بقى متشوقة ان هي تشوف كل، والاب طبعا وكده. وهيجي بعد كده توني ده هيروح البار، هيبقى عايز يروح البار، وانما امه هتكون رافضة ان هو يروح، انما هو عاوز يروح عشان يخرج خارج سيطرة امه عليه. وهنلاحظ هنا ايضا ان مستر هارد كاسل غير راض عن توني وعن تصرفات، ففي يعني علاقة مش طبيعية غير طبيعية وغير ودية بين توني وبين امه. من ناحية امه عايزة تسيطر عليه، تريد ان تسيطر عليه، وهو يريد ان يرفض او يرفض ويريد ان يخرج عن هذه السيطرة. وايضا علاقة غير ودية بين توني وبين مستر هارولد كاسل، يعني هارولد كاسل زي ما نقول دقة قديمة، راجل اولد فاشن. فتوني دايما بقى ايه يضحك عليه يعني يستهزئ بيحاول كده يعني. فهيروح هيروح يسهر يقعد في البار بقى يشرب في البار، بار اسمه The Three Pigeons، ثلاث حمامات. فهيروح يشرب في البار وكده وهيجي بقى مارلو وهيستينجز هيوصلوا وهيدخلوا البار لان هم مش عارفين البيت، يروحوا البيت ازاي، مش عارفين يروحوا بيت مستر هارد كاسل ازاي. فهم ناس ارستقراطيين، فهيتكلموا مع توني بشكل يعني في عجرفة، رجل ارستقراطي بيكلم واحد بسيط فلاح يعني، ما فبيتكلموا بقى. فتوني حب بقى ايه يعمل عليهم، ينتقم منهم، يعمل عليهم حيلة، يعمل عليهم لعبة، practical joke prank، يعمل prank عليهم، يعمل practical joke. فقال لهم ايه، وصف له، قال لهم ان البيت بيت مستر هارد كاسل ده بعيد جدا، ابعد من مايل وكده، وهتوه هو. يعني بالاتفاق كده مع اللاند لورد بتاع مع صاحب البار دوت، قال له للاثنين ان في ان في زي جيست هاوس كده، في نزل يعني نزل فندق صغير يعني، وصفه له قريب. هذا الفصل بينتهي هنا
انهم عملوا ضحكوا عليهم وعملوا البراكتيكال جوك دي. في الفصل الثاني بقى بيوصلوا البيت مستر هارد كاسل وهم فاكرين ان ده فندق, ان هم نازلين على فندق يعني, ولان البيت بتاع مستر هارد كاسل ذوقه قديم اولد فاشن, لان هو الراجل اولد فاشن, فهم فعلا ظنوا انه اوتيل, انه وظنوا انه هو نفسه الراجل عشان اولد فاشن, فلبسه اولد فاشن ولبس الباروكه القديمه الويج ديت اللي كانوا يلبسوها وقتها. يعني كانت الموضه مش ان هم يلبسوا الويج بتاعت القرن السبعتاشر ديت, انما هو كان لسه لابسها. فايضا الاثنين ظنوا ان مستر هارد كاسل ده يبقى الانكيبر يعني رئيس الخدم, يعني ظن انه رئيس الخدم, فكان يعني يتحدثان معه بمنتهى العجرفة والكبرياء واستعلاء, يتحدثون معه كخادم, وهو الرجل مستغرب قوي يعني ايه الاثنين الضيوف اللي داخلين عليا دول وبيتعاملوا معايا في بيتي بالطريقه بكل هذه الاهانه يعني. فانما مستغرب يعني. المهم هتيجي بقى كيت وتوني هيقول لكيت ان هو خدع الاثنين دول وفهمهم ان ده فندق مش بيتهم, فهي هتستمر في اللعبة ديت عشان تشوف. هيجي بقى هتكون هي اتكلمت مع بنت عمها اللي هي كونستانس وقالت لها, هتقول لها ان مستر مارلو هيجي عشان يشوفها, فكونستانس هتفرح ليه؟ لأنها عارفة إن هيستينجز صديق لماردو وإن في علاقة حب ما بين كونستانس هذه البنت وما بين هيستينجز, فهي عارفة إن هيستينجز هيجي معاه ففرحت. وبالفعل الاثنين هيوصلوا, يعني هيستينجز هيتكلم مع كونستانس وهيكون معاه ماردو وهتحضر بقى كيت. فهنا هنلاقي ان مارلو سيصاب بالارتباك وهيبقى مش عارف يكلم كيت ازاي, هيشوفها طبعا بالنهار, الكلام ده بقى بالنهار, فهي لابسة بقى اللبس الفاشن, فلابسة اللبس الهاي كلاس, لابسة لبس يعني كفتاة ارستقراطية لاندد يعني من اصحاب الاراضي. فهو كان دائما يصاب بالخوف وعدم الثقة والخجل الشديد حين يتحدث مع أي فتاة من الطبقة الراقية, كان عنده كده insecurity, كان يحس أنه insecure على طول, ودايما باصص في الأرض مش قادر يبص لها, مش قادر يرفع وشه, لم ينظر إليها أبدا. وحتى لما هيستينج وكونستان سابوهم عشان يتكلموا, فكانوا في الحديقة يعني في الجنينة, بقاش عارف يتكلم, وكل ما يحاول يتكلم بالطريقة اللي أوليفر جولدسميث بيسخر منها في المسرح السنتيمنتال. في المسرح السنتيمنتال سنتيمنتال كوميدي البطل لازم دائما يتحدث عن الفضيلة, يتحدث عن الأخلاقيات, لازم دائما يكون بطلا نموذجيا, إنسان نموذجي يتصرف بمنتهى الانضباط, كل شيء مضبوط يعني. فهو كان بيحاول يتحدث بهذه الطريقة, إنما طبعا طريقة مملة جدا, البنت نفسها حاسة بالملل, عامل زي فكرتني بفيلم عائلة زيزي, عارفين عائلة زيزي لما كان فؤاد المهندس ما يعرفش غير المكنة طلعت قماش هي عاملة زيها لما كان يقعد مع يتكلم مع جارة وهو ما بيفهمش إلا في القماش, مش الجارة, كان واحدة جاي يخطبها أو جاية تخطبها حاجة زي كده,
وسعاد حسني تقول له لا 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 عشان تحركوا بالكلام، نفس الموقف، نفس الكوميديا، هي دي الكوميديا، الرومانتيك كوميدي ممكن تتسمى، وممكن تتسمى لافينج كوميدي، كوميديا بهدف الإضحاك، غير الكوميديا اللي يعني كلها بؤس وكلها مجرد رسميات وكلام عن الفضيلة والأخلاقيات، وكون ما بتضحكش، اللي كانت قبل. ولذلك دي كانت مسرحية تعتبر ثورة في الوقت دوت يعني. فالمهم هي لقيته انه يعني خيبة خالص ومش عارف يتكلم وكده، فاندهشت جدا. والمهم الفصل بقى الثالث ولا ايه الثالث، الثالث هتيجي، الثالث اعتقد، الثالث، الثالث هتيجي تتكلم مع ابوها، فانطباعهم عنه متناقض. الراجل بيقول عليه مستر هارد كاسل، يقول عليه ده قليل الذوق، ده هيز رود، يعني وقح وما عندوش ذوق وما عندوش ادب وما عندوش لياقه، وهي تقول له ده بالعكس، ده خجول جدا، ده ما كانش قادر يرفع وشه من الارض وينظر الي، لم ينظر الي، وخجول وكان يعني مؤدب جدا وكل حاجه يعني. يعني الانطباع، الامبريشن اللي اخذوه عنه متناقض تماما، وكانهما يتحدثان عن شخص، عن شخصين مش عن شخص واحد يعني. فكانوا مستغربين بقى في ايه يعني. الفصل الرابع يعني بيعرض لنا بقى ايه البلوت الاخر، اللي علاقه الحب اللي بين كونستانس وهيستينجز، انهم عايزين يهربوا، they wanted to elope، علشان يعيشوا مع بعض ويتجوزوا. وكان فطبعا كونستانس كانت قالت له ان 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 عمتها او خالتها هير انت يعني عايزه تجوزها لتوني، وتوني ما بيحبهاش، توني بيحب واحده تانية، انما امه هو ما كانش لسه مكمل 21 سنة، فهو يعني ايه لسه ما وصلش لسن القانون اللي هو ياخد قراره بنفسه، فكان مضطر ان هو يرضخ لقرار امه. فكانت توني وكونستانس كان يتظاهران بالحب امام امه، نفس موقف فريد الأطرش وشادية في فيلم انت حبيبي، نفس الموقف بالظبط، كل ما تعدي يفضلوا ايه يسبلوا في عين بعض كده، ويعملوا ان هم حبيبه وان هم مبسوطين ومش عارف ايه، وكان مشهد كوميدي يعني في العمل بتاع البي بي سي. المهم كانوا بقى، وهيستينجز لما عرف ان 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 السيده ديت عايزه تتجوز توني ليها، راح لتوني واتكلم معاه، فاكتشف ان توني بيكرهها، مش بيكرهها، ما بيحبهاش ومش عايز يتجوز. فيقول له طب انا بحبها وعايز اتجوز، قال له كده ده فرح جدا بقى توني، وقال له ده انا اساعدك يعني، واعمل to the last drop of my blood، لاخر قطره من دمائي اساعدك. فده في الفصل الرابع، كل ده كده لسه في الفصل الرابع. هيكونوا بقى متفقين انهم على الهرب، هيستينجز وكونستانس متفقين على الهرب، ولكن كونستانس هنا بقى بترفض. ليه؟ لانها عايزه صندوق المجوهرات بتاعتها. في المشاهد، في الكوميديا العاديه الرومانسيه العاديه قبل مسرح اوليفر، كان ممكن الشخصيه ديت توافق على الهرب وتسيب المجوهرات دي على طول ويحيا الحب يعني، انما دي لا يعني ايه، كانت عاقله، ولا لازم اخد مجوهراتي الاول، فقررت ان هي ايه ما تهربش على طول، وان هي تاخد المجوهرات بتاعتها الاول. فتوني علشان كان عايز يساعدهم، وعلشان عايز يتخلص من سيطرة أمه، وعاوز يفشل هذه الزيجة، ولأنه يعلم بأن أمه تريد أن تزوجه بكونستانس نيفل عشان المجوهرات الجول كاسكت دوت، فسرق المجوهر كاس الكاسكت بتاع المجوهرات ده، وفي الصندوق بتاع المجوهرات ده.
سرقوا وقام أعطاه لهيستينجز. وهيستينجز بدوره أعطاه لخادم عشان يوصلوا المرضى عشان يشيلوا معاه. وجي اسمه ايه ده واتوني قال لأمه، كانت بقى كونستانس عمالة في الفصل ده عمالة تطلب من ميسيس هارد كاسل انها تدي صندوق المجوهرات، وهي تقول لها يعني بعدين مش لاقيه دلوقتي بعدين كده يعني. فتوني جي اقترح على أمه وقال لها قولي لها انه فقد وضاع وخلاص على كده. فهي فعلا قالت له حل كويس، انما لما طلعت فوق لقيت ان فعلا الصندوق مش موجود. وكان ده برضو مشهد كوميدي جميل، ان هي تنادي على ابنها من الشباك من النافذة فوق وتقول له الصندوق مش موجود، فهو هو عارف ان الصندوق مش موجود لان هو اللي واخده، فهو يمثل عليها لان هو لسه قايل لها تظاهري بان الصندوق فقد وقولي لها الصندوق فقد. فهي لما تقول له الصندوق مش موجود هي بتتكلم بجد، هو عارف انها بتتكلم بجد بس هو يمثل عليها يقول لها والله ده انت بتمثلي كويس قوي، يعني انا عايزك بقى تمثلي قدام كونستانس كده. تقول له انا ما بمثلش انا بتكلم بجد. والمشهد ده كله كوميدي جامد يعني. المهم مارلو لما هيوصل له صندوق المجوهرات، مارلو ده عبيط ده كمان يعني، هياخد صندوق المجوهرات ويديه للسيدة ميسيز هارد كاسل عشان يعني تحفظه عندها، كأنها هي ان هي يعني كبيرة برضو الفندق، فيعني كأن تشيله في صندوق الأمانات. لما يكون عندك حاجة صندوق مجوهرات ولا حاجة في فندق بتشيله في صندوق الأمانات، فهو ادالها الصندوق دوت. فلما جه هيستينجز بيقول له الصندوق اللي عملت فيه ايه وكده، قال له لا في الأمان يعني في الأمان، أنا أعطيته للسيدة ديت عشان تشيله. فهيستينجز يعني صعقة، إنما يعني كتم مشاعر الغضب بتاعه ولم يظهر له. وقول له دي كانت فرحانة قوي أول ما أخذت الصندوق، يعني كانت يعني نتشت الصندوق وكأنها يعني كأنها لقت كنز يعني. فالمهم هيجي هيستينجز بقى هيرسل رسالة لكونستانس يقول لها ان هو سينتظرها. ده بقى في الفصل الرابع، ده في الفصل الرابع هيقول لها ان هو يعني هينتظرها ليلا في الحديقة علشان كي يهرب. فهيجي هيبعت لها رسالة بكده، وهيبعت الرسالة باسم، مش باسمها، هيبعت الرسالة باسم توني لتوني علشان يخلي توني ينتظره هو كمان في الحديقة بالأحصنة علشان يعني يساعدهم في الهرب يعني. فتوني ما بيعرفش يقرأ لأنه لم يكمل تعليمه، فمين اللي هتقرأ له الجواب في النهاية يعني؟ هتيجي كونستانس هتيجي تقرأ الجواب هتقرأ معاني غلط طبعا عشان ما تسمعش عمتها، إنما لما تيجي بقى ميسيس هارد كاسل تاخد جواب وتقراه وهتعرف اللي فيه يعني ستصب جام غضبها على ابنها اللي هو توني، وهتقرر إنها تقرر أن تأخذ يعني ابنة أختها كونستانس وتذهب بها بعيدا يعني عن هذه القرية، وتطلب من ابنها توني انه ياخدها ليلا في العربة يعني. فبالفعل هياخدهم في العربة الكاريج، ومش هيرضى بقى يوديهم يعني سافر بيهم لقرية تانية، انما هيفضل يلف بيها 40 ميل يلف في دايرة واحدة بس كده، ولانها هي ما بتخرجش برا بيتها فمش عارفه والدنيا ضلمة، فكل ده فكر انه ماشي وانه هو بيلف بس في نفس المكان لغاية ما يوصل للحديقة اللي فيها هيستينجز مستني، وهينزلها وينزل السيدة بقى هارد كاسل ويقول لها ان هم تاهوا وان دي غابة وهي حديقة عادية قريبة جدا من بيتهم يعني. فضل يلف وفي النهاية وصل لبيتهم قريب من بيتهم يعني، وقال لنا دي غابة موحشة وفيها قطاع طريق
فبقت مرعوبة وخايفة. ومين اللي بقى جه متمشي؟ زوجها، انه قريب من البيت، الحديقة القريبة من البيت على طول. فشافه واقف يتكلم معاه وهي اختبأت بين الأشجار خايفة، فاكرة ان هو احد قطاع الطريق. المهم وهتكتشف بعد كده ان توني لعب بيها كل ده يعني. المهم هيستينجز هيتكلم مع كونستانس تاني عشان يهربوا مع بعض، فهي ايضا هترفض الهرب، ولكن يعني لن تلقي بالا لموضوع المجوهرات بتاعتها، انما لن يعني سترفض الهرب معه، يقرران البقاء حتى يحصل على موافقة مستر هارد كاسل كبير العائلة. الفصل الخامس بقى بيبدأ وفي الفصل الرابع دوت مستر هارد كاسل هيتخانق مع مارلو ويقول له انت قليل الذوق وقليل الادب ومتعجرف، وانا عايزك تخرج بره بيت الليله. فيقول له الليله عايزني اخرج اروح فين؟ انت هنا خدام، ازاي تطردني بره الفندق ده يعتبر بيتي انا، طالما انا نزيل فيه انا البيت. يقول له انت جاي بيتي وتعتبره بيتك. ومستر هارد كاسل ما يعرفش ان مارلو يفكر يظن أن هذا فندق وليس بيته. فالاثنين في سوء تفاهم يعني. فهي عشان كده الاسم الأولي للمسرحية كان اسمها The Mistakes of a Night، أخطاء ليلة، يعني أخطاء misunderstandings كتيرة يعني سوء تفاهم. فهنا مارلو هيحس أن في حاجة غلط، في حاجة غلط في الموضوع كله. ونسيت أقول أنه لما في بالنهار لما شاف الكيت ما عجبتهوش، وقلنا شافها لبسة متأنقة فخاف وشعر بالإنسيكيور ومعرفش يتكلم معها. إنما جه شافها بالليل بقى وهي لبسة اللبس البلين العادي دوت البسيط، فافتكرها إن هي خادمة، إن هي الخادمة في الفندق. فيعني ايه بدأ يغزلها وبقى جريء قوي معاها وحاول ان يقبلها وكده يعني. فشخصية مختلفة تماما، هو ما يعرفش ان هي نفس البنت، لان فاكر البنت الاولانية بنت ارستقراطية وبنت بالليل ديات دي واحدة خادمة. فهو مع اللي هم اللو رانكينج دول لو كلاس بيبقى جريء وشجاع في الكلام، ويعني حدث ان هو متفوق عليهم لان هو اعلى منهم، انما مع اللي نفس طبقته وضع تاني خالص. فالمهم هو حس بقى ان في حاجة غلط، فهيجي أبوها يوصل بقى في تلك ده الفصل الأخير. أبوها يوصل وهيكون الراجل نفسه هيكون عرف بسوء التفاهم وعرف كلهم الموضوع خلاص انكشف يعني. فهيقعد يضحك مع الأبين الكبار يعني اللي هو مستر هارد كاسل ومستر مارلو، سير تشارلز مارلو. هيقعدوا يضحكوا الاثنين وفاكرين ان خلاص، لان ان الابن مارلو بيحب كيت، لان الاب شاف مارلو وهو بيحاول يمسك ايد البنت كيت بنته، وهي لابسة في المساء وهي لابسة لبس الخادمة لبس العادي. فهو خلاص مقتنع انه بيحب بنته هيطلب. فهيدخل عليهم بقى مرض وهيقول لا، انه ما عمره ما مسك ايد بنته، وعمره انه ما يعرفش ان الخادمه دي اللي شكل الخادمه دي تبقى بنته، وبيتكلم على البنت اللي قابلها بالنهار. فهيقول انا عمري ما مسكت ايديها وعمري ما فكرت وعمري ما بصيت لها اصلا. فالاثنين هيحصل بقى في حد غلط يعني. فهينادي بنته هارد كاسل، هينادي بنته كيت وهتيجي وهتقول ايوه هو بيحبني وهو اللي قال لي كده، وهتقول لهم ايه طب هخليكم تتاكدوا من كده. فهتطلب منهم انهما يعني يختبئان وراء ستار. ولما يدخل هو بقى مرضه وهي لابسه لبس الخادمه لبس العادي البسيط المسائي لبس المساء، فعلا هيبان انه
انه بيحبها وان وكده وهم هيتاكدوا وهتقول له بقى ساعتها ان هي نفس البنت. فهو سيصاب بصدمه ودهشه ولكن يعني هينتهي الامر بانه يحبها ويعني ويتقبلها. وبالنسبه لوضع هيستينجز وكونستانس هييجوا ويطلبوا من مستر هارد كاسل انه ان يبارك يعني زواجهم وان يقبل زواجهم. فميسيز هارد كاسل هتقول ازاي توني فهو المفروض يتجوزها وتوني هيقول انا دون 21 ما اقدرش ارفض. فالراجل بقى هيقول له انت وصلت 21 سنه بقالك 3 اشهر دلوقتي عندك 21 سنه و3 اشهر دلوقتي فايه رايك بقى عايز تتزوجها ام لا؟ فيقول لا مش عايز اتزوجها. فهنا أنا خلاص كده الامر ان الحل هيتفقوا ان هم يتجوزوا مع بعض والمسرحيه تنتهي هذه النهايه السعيده بان تشارلز هيتجوز كونستانس ومارلو سيتزوج كيت والمسرحيه بتنتهي هنا. والمسرحيه في البداية فيها برولوج يعني مقدمة. المقدمة ديت مش أوليفر جولدسميث هو اللي كاتبها إنما اللي كاتبها وقالها ممثل كوميدي شهير في زمانه وقتها يعني اسمه وودوارد. وفي رواية أخرى تقول ديفيد جاريك. إنما يعني على أي حال هو ممثل شهير هو اللي قال هذه المقدمة. وفي المقدمة دي بيقول إن الكوميديا في زمانه في وقته كانت كالجسد العليل الذي يعني أشرف على الموت. ثم جاء أوليفر جولدسميث ثم جاء طبيب مقصود بأوليفر جولدسميث ومعه العقاقير العلاج يعني فانتعش هذا الجسد الميت يعني بيقول the comic muse يعني ربة الكوميديا الملهمة يعني long sick مريضة منذ زمن is now dying تموت الآن يعني وتحتضر. A doctor has come this night with his five drafts. دكتور جاء هذا المساء مع الفايف درافتس ديت المقصود بها الفايف اكتس. المسرحية مكونة من 5 فصول فيعني الفايف درافتس دي تشير للخمس فصول. To make the audience laugh heartily كي يضحك الجماهير من قلوبهم. المسرحية عرضت لأول مرة في 1973 وهي مسرحية زي ما قلت هي laughing comedy فهي anti-sentimental comedy بتسخر من الطبقة الأرستقراطية في المدينة يعني. وفي نهاية المسرحية في 2 epilogues في خاتمتين خاتمة بتقرأها كيت الخاتمة الأولى بتقرأها كيت وبتقول فيها بقى ان هي ايه ان هي she says she has stooped to conquer with success يعني ان هي اضطرت الى هنا بقى الستوب هنا معناها ايه ستوب هنا معناها زي تتمسكن تتظاهر بالطيبة يعني زي ما نقول كده يتمسكن لحد ما يتمكن. فهي تمسكنت حتى تمكنت هنا stoops to conquer تمسكنت حتى تمكنت. فهي بتقول هنا بقى ايه she says كيت بقى بتقول ايه she has stooped to conquer with success and the author والكاتب has thereby conquered his audience وبهذا الكاتب يعني امتلك الجماهير بأن أضحكهم يعني. وبعد كده بتقول our life is all a play حياتنا ما هي إلا مسرحية يعني وما الحياة إلا مسرح كبير. شيء كده برضو
فما الحياة إلا مصر. يوسف وهبي، يوسف بي وهبي. الابيلوج الثاني بقى اللي بيقوله توني، يعني بيقول في بقى انه توني بقى شخصية الرجل الشاب المرح اللي يعني لا يلتزم لا يلتزم بأي رسميات، لا يلتزم بأي تقاليد، شخصية الشخصية المرحة المنطلقة spirited. وبيقول فيها بقى ايه، will in the great world appear. توني will in the great world appear، إنه سيظهر في هذا العالم الكبير to show the world what good taste is، كي يظهر للعالم معنى الذوق أو التيست. good taste، الذوق الرفيع. ما هو الذوق الرفيع؟ بعيدا عن التقاليد يعني. طيب ده كده عرض سريع للمسرحية. في بقى بعض يعني الحاجات اللي ممكن نتعرض لها، زي على سبيل المثال المدينة لندن. لندن ديت يعني نقدر نقول انها كان ليها عدة معاني، فهي بالنسبة للسيدة هارد كاسل، لندن دي يعني مصدر الفاشن والموضة والتقدم وكده يعني، والتظاهر البريتنشسنس، عكس الريف اللي هو رمز التخلف. ولكن أوليفر بيدافع عن الريف، لأن يعني يظهر الشخصية اللي جاية من المدينة، شخصية مارلو، بأنها الشخصية المتعجرفة اللي ولكن هي اللي تضحك عليها، وتوني اللي هو من الريف، الريف اللي يعني اللي لم يكمل تعليمه، هو اللي ضحك على الشخص اللي جاي من المدينة واللي أكمل تعليمه وأرستوكراتيك وكده. الحاجة الثانية في المسرحية صندوق المجوهرات بتاع كونستانس اللي جول كاسكت دوت، يعتبر يعني رمز كده للحرية في اختيار الزواج مثلا، لأن هي كانت عايزة تجوز ابنها توني لبنت اختها كونستانس. وتوني عارف كده، يعني توني عارف ان هي ان امه عايزه تريد ان تزوجه لكونستانس لبنت عمه علشان صندوق المجوهرات ده، عشان كده هو سرقه واداها لهيستينجز عشان الاثنين، عشان يعني كانه بيشتري حريته بان يسرق هذا الصندوق. فقدان هذا الصندوق كانه يعني يعطيه هو حريته، لانه كان بيحب بنت اخرى بسيطه أقل منه في المستوى الاجتماعي وكان يريد الزواج منها. وفي نفس الوقت هذا الصندوق أيضا يعني يمثل أيضا يعني عنصر هام جدا لزواج كونستانس، لأنها يعني عشان تهرب مع هيستينجز كانت تحتاج لهذا الصندوق من المجوهرات عشان يقدروا يبدأوا حياتهم. فهذا الصندوق كان مهم جدا أيضا لزواجها، يعني هذا الصندوق له قيمة في زواج وله رمزية في زواج هيستينجز من كونستانس، وأيضا له رمزية كبيرة في حرية توني في أن يتزوج من البنت اللي بيحبها وكي لا يتزوج من كونستانس. عدم وجود الصندوق سيجعل زواجه من كونستانس بلا قيمة، ولذلك أمه لن تصر على هذا الزواج. توني لامبكن بقى، توني لامبكن ده شخصية مرحة ومنطلقة وسعيدة، وكان بيمثل يعني قوة الكوميديا، كان هو يعتبر لدي في المسرحية هو اللي يعني كأنه رغم أنه لم يتعلم، إنما هو اللي وراء كل الميس أندستاندينجز اللي حصل، فكأنه هو اللي بيحرك الأحداث، وهو اللي كان بيساعد هيستينجز وبنت عمه كونستانس. فشخصية مستقلة وفري سبيريت، شخصية مستقلة وحرة تريد الانطلاق، شخصية منطلقة.
من الأفكار بقى والمواضيع اللي القصة يعني ممكن نجدها في هذه المسرحية، يعني المقارنة دايما بين الريف والمدينة، دايما المدينة تبقى يعني تعبر عن التقدم والريف عكس كده. إنما أوليفر زي ما قلت، لا أوليفر جولدسميث بيظهر الريف وكأنه هو أفضل أو لا يقل عن المدينة. ننظر لتوني وننظر لمارلو، توني هو اللي ضحك على مارلو وجعله أضحوكة، فالريف هو اللي ضحك على المدينة. حاجة تانية، كل هذه سوء التفاهم، يعني هيستينجز كان يخفي شخصيته الحقيقية وكان يخفي حبه لكونستانس عن عمتها ميسيس هاردكاسل علشان يعني كي لا تمنعه من رؤيتها. ونجد أيضا أن مارلو كان يظن أن مستر هاردكاسل دوت يبقى كبير الخدم. المسرحية مليئة بسوء التفاهم والميس أندرستاندينجز والميستيكس، وكان يظن أن كيت في المساء كان يظنها هي الخادمة. فكل ده بيظهر بقى السوشيال كلاس، الفرق في الطبقات الاجتماعيه. لان هو نجد ان مارلو لما تعامل مع كيت بالنهار وهو يظن انها فتاه ارستقراطيه كان خجولا وفقد الثقه بنفسه، وحين تعامل معها بالمساء وهو يظن انها خادمه، هذا الفرق في الطبقه الاجتماعيه جعله يشعر بالثقه ويتعامل معها باستعلاء، بل انه حتى حاول ان يعني يحتضنها ويقبلها. فهذا هنا السوشيال كلاس واضح يعني. وطريقه تعامله مع مستر هاردكاسل حين كان يظن انه الانكيبر، he thought that he was the innkeeper، كبير الخدم، كان بيتعامل معه باستعلاء، يعني سنوبش، كان سنوبش. ايضا ممكن من المواضيع او الافكار اللي ممكن نستخلصها من القصه الصراع بين الاجيال، الصراع بين الاجيال. يعني في ثلاث امثله هنا. المثال الاول العلاقه ما بين الام ميسيس هاردكاسل وابنها توني، كانت متحكمة فيه دائما وكانت مسيطرة عليه، ولذلك هو كان يرفض هذه السيطرة، وهي من كتر حبها له وخوفها عليه لم ترسله لاستكمال تعليمه وأبقته في المنزل. فكانت النتيجة أنه رغم أنه يعني كان ذكيا جدا إلا أنه لم يكمل تعليمه، فهو في النهاية رفض هذه السيطرة وكان يريد الذهاب إلى البار، إلى الحان لاحتساء الخمر، وكان يغني في الأكت الأول، في الفصل الأول غنى في الخمر وفي مدح يعني الحياة الغير تقليدية، الحياة التي تخلو من كل هذه التقاليد الصارمة. فنجد أن علاقتهم كانت علاقة متوترة، وأن سيطرتها عليه يعني أدت إلى نتيجة عكسية. العلاقة الثانية اللي ممكن يعني نقولها علاقة الأب سير تشارلز مارلو بابنه تشارلز مارلو الشاب. الأب أرستقراطي وهو كان أرسل ابنه ليتعلم في مدارس بوردينج سكول، مدارس داخلية. يعني ابنه مارلو لم ينشأ في الأسرة، يعني لما تربى في الأسرة تربى في المدرسة داخلية، وحين يعني اشتد عوده يعني سافر كثيرا، ولذلك عشان كده كان خجولا حين يتحدث مع أي فتاة من الطبقة الراقية، لأنه يعني لم ينشأ في أسرته. لو كان نشأ في أسرته لا يعني لكان اعتاد على زيارات العائلات وعلى حضور الحفلات من حين لآخر، ولا اعتاد على هذه الحياة الاجتماعية. ولكن لأنه كان في مدرسة داخلية منذ صغره وقضى شبابه في رحلات، فكان من الناحية الاجتماعية
كان insecure، ولذلك كان يثق في أبيه ويضع ثقته دائما في أبيه، وكان يخشى من الظهور في المجتمع كي لا يرتكب أي خطأ يعني فيعني يفقد ثقة أبيه ويسيء لأبيه. ولذلك حين طلب منه أبوه سير تشارلز مارلول حين طلب منه أن يذهب لتلك للريف كي يرى كيت، هو لبى طلبه بدون اعتراض. ولذلك فالعلاقة غير نموذجية يعني مش ايديال يعني، انما العلاقة الايديال بقى اللي هي اللي بين الاب هارد كاسل وبنته كيت. يعني كان رغم ان هما من جيلين مختلفين وهو راجل دقة قديمة old fashion وهي بنت عصرية، انما كان هي عاقلة وهو عاقل، فالاثنين عاقلين رغم انهما ينتميان الى جيلين مختلفين وفكر مختلف، الى انهما استطاع ان يعني يتفق ويتفاهما. ولذلك هي قالت له بالنهار هلبس اللبس الموضة على مزاجي انا عشان لما اقابل صديقاتي وكده، وفي المساء سارتدي ملابس تقليدية تناسب ترضيك عني. فوصلت لاتفاق معاه. أيضا لما جي قال لها إن مارلو دوت بعد ما شاف مارلو يعني بيحاول يعني يحتضنها وكده أمسك يدها يعني، فجي قال لها هذا وقح وفظ وغير مؤدب ولابد أن أطرده، فهي قالت له لا give me a chance to يعني to know his real character، إن أعرف شخصيته الحقيقية. فعرفت أنها تهدي أبوها وتمتص غضبها غضبه تمتص غضبه، وأن هي يعني بعد كده تصارح مارلو بأن هي نفس البنت اللي شافها بالنهار هي نفسها كيت. فهذه العلاقة بينها وبين أبوها كانت علاقة ناجحة إلى حد كبير، ولأنه في البداية لما في بداية المسرحية لما قال لها إن مارلو سوف يأتي يعني لكي يراها، هي رحبت لأن حست إن لقيت إن أبوها موافق عليه يعني، فهي واثقت في رأي أبيها. فهي نفسها من قبل ما تشوف مارلو كانت تقريبا موافقة على رأي أبيها يعني. وأيضا من الحاجات اللي ممكن يعني المسرحية بقى مليئة بمسرحية كوميدية، فمليئة يعني الجمل الكوميدية الجمل الفكاهية اللي فيها دعابة لا طبيعي. أيضا علاقة الحب اللي بينهم اللي بين الشخصيات مش زي العلاقات التقليدية اللي يكون يعني اتنين بيحبوا بعض، ولكن الـ أبوها مثلا رافض. فحبكة المسرحية كلها تكون ازاي هما يعني ينتصر على إرادة الأب يتزوجان بدون رضا او اي حاجه. لا هنا المسرحيه بقى مش كده خالص، مش تراديشنال ناراتيف. هنا المسرحيه لا ده الابين موافقين، بس عايزين هم اللي يوفقوا بين وهي لنفسها موافقه البنت، بس ايه عايزه يعني تخرج شخصيته الحقيقيه وتعرف شخصيته الحقيقيه وكده. الملابس أيضا آخر حاجة نستعرضها، الملابس نجد إن كانت تعبر عن شخصية كل واحد. فنجد إن مارلو كان دائما متأنق، فكان يسمى ماكروني اللي هو الداندي، مكرونة يعني مكرونة الرجل الداندي الأنيق، على حين إن توني كان لامبكين كان بيسمى the country bumpkin. بامبكن يعني الأحمق المغفل الساذج الريف الساذج القروي الساذج. وهارد كاسل كان دائما موضة قديمة، لذلك لبسه قديم والويج كله موضة قديمة. ميسيس هارد كاسل رغم أنها لم تذهب إلى لندن، إنما دائما كانت تحاول تلبس على الموضة من خلال المجلات،
كان ملابس كل واحد كانت بتعكس شخصيته. هيستينجز كان أنيقا ولكنه كان معتدلا، ما كانش متأنق قوي زي مارلو، إنما كان معتدلا. كيت نفس الشخصية، وكونستانس أيضا نفس الشخصية. فيعني أنا اتكلمت كتير، والمسرحية فيها حاجات يعني كتيرة ممكن أقولها صراحة، بس أنا مش عايز أطول عليكم أكتر من كده. أنا مش عارف أنا اتكلمت قد إيه، بس أنا شايف الكاميرا بتقول لي إن عمالة تعمل فلاش كده، فمش عارف الحجارة فضيت ولا إيه اللي فضي. بس فبالتالي نكتفي بهذا القدر، ولا إيه رأيكم؟ نكتفي بهذا القدر، ولو في أسئلة أكيد في حاجات سبتها، بس يعني نكتفي بهذا القدر. وفي أسئلة ممكن تكتبوها، ويا رب يكون في فايدة. وإن شاء الله إن شاء الله هحاول أسجل حلقة عن A Tale of Two Cities لتشارلز ديكنز، بس قبلها هسجل حلقة عن جورج إليوت، لأني وعدت بيها يعني عن جورج إليوت. وأنراكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.